السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مجوهرات عادل لبن. هعرفكم ازاي المصنعية بتتحسب وايه هي المصنعية، لان في ناس كتيرة بتسألني في الموضوع ده. طبعا لازم برضو نجاوبكم على الموضوع ده. في ناس كتيرة مهتمة بموضوع المصنعية وازاي نحسبها وايه هي المصنعية اساسا، وايه الشركات اللي نحط فيها مصنعية عالية وفي ايه الشركات اللي نحط فيها مصنعية بسيطة، وبرضو الشركات اللي بترجع بفصوصها والشركات اللي ما بترجعش بفصوصها. دي قلناها قبل كده بس برضو بنعيدها تاني وتالت. اولا المصنعية دي الذهب الخام بيجي ذهب صافي، وطبعا نقله وتكلفته في النقل وتكلفته في الكلام ده طبعا بتاخد تكلفة. ثانيا في تصنيعه بقى، يعني تصنيعه ده عشان تعمل خاتم، عشان تعمل غويش، عشان تعمل انسيال، عشان تعمل اي قطع ذهب محتاجة صنايعي ومحتاجة مكن ومحتاجة عمالة، فطبعا كل ده بيتكلف. ثانيا كيلو الذهب لما بتصنع مثلا، هنقول يتصنع غوايش، هيتصنع خواتم، ايا كان، ده بيبقى فيه هالك جامد. كيلو ما بيبقاش كيلو في الاخر، الكيلو طبعا بيقل. طبعا الورش والمصانع عارفة الكلام ده، الكيلو بيقل، الكلام ده بيقل، مثلا ممكن الكيلو يقل 50 جرام، يقل 100 جرام. فطبعا المصنعية برضو بتزيد بسبب الموضوع ده، ان الهالك طبعا حاجات بتطير وحاجات ممكن ما يعرفوش يجمعوها تاني، فطبعا ده بيسموه هالك. ثالثا بقى المصنعيات بتختلف من كل شركة للتانية، ومن كل قطعة والتانية في الشركة دي. يعني مثلا هنقول، مثلا هنخش في شركة اندريا مثلا وفاين جولد، الشركتين دول انا بحسهم زي بعض، الشركتين دول بحسهم زي بعض، دي اسورة فاين جولد ودي اسورة اندريا. طبعا الفاين جولد ما بيعملش 21، في ال 18 انا بحسهم نفس المستوى، دي اسورة فاين جولد ودي اسورة اندري، دي فاين جولد ودي اندري، بحسهم نفس المستوى. الخواتم مثلا هنقول خاتم زي ده فاين جولد، خاتم زي ده اندري. الفاين جولد يعتبر قريب من الاندرية في المصنعية. هنقول مثلا بداية الاندرية والفاين جولد، هنتكلم على الاندرية عشان الاندرية برضو في 21 وفي 18. الاندرية فيه ورقتين، في الورقة اللون البامبي دي وفي الورقة اللون الابيض. طبعا كل ورقة من دي بتفرق في المصنعية، كل ورقة من دي بتفرق في المصنعية. الورقة دي بتزيد شوية عن دي، دي لو قلنا مثلا هنحسبها مصنعية 10% 12%، دي هتزيد شوية حوالي 2% زيادة. وطبعا برضو المصنعية بتختلف بين كل بلد والتانية وكل محل والتاني وكل شركة والتانية، علشان برضو ما تقولش المحل ده غالي المحل ده رخيص. ما ينفعش ان انا مثلا يبقى الحاجة ب 5000 انزل فيها 1000 جنيه، لان هو الذهب معروف، الذهب معروف مصنعية وذهب صافي، الحاجة دي ذهب صافي ب 4500، عليها 500 جنيه مصنعية، ما اقولش هنزل 1000. هو معلش، هو التنزيل ده مش بكده، مش بالقيمة كده او انزل كده زي ما انا عايز، لا، هو نحسب برضو الذهب قد ايه والمصنعية قد ايه عشان ما نجيش على التاجر. زي ما احنا قلنا الاندرية شركة وشركة، شركة الورقة ورقة، الورقة دي غير الورقة دي، الورقة دي بيسموها فاشون، دي بتبقى اعلى شوية علشان برضو ما نظلمش التاجر. ماستر جولد اعلى شوية، انا بشوفه اعلى شوية في الشغل، فمصنعاته بتزيد شوية، وعلى حسب برضو كل واحد. في تاجر ممكن يحسب 10% وفي تاجر ممكن يحسب 15 وفي تاجر ممكن يحسب 18، على حسب كل قطعة علشان ما نظلموش. يعني ما تقوليش التاجر ده حاسب الماستر جولد حاسبولي ب 15 وده حاسبولي ب 10، ما هو برضو ماستر جولد ما بينزلش الخاتم ده بس، الماستر جولد بينزل
قطع كتير وبينزل حاجات بمصنعية، في مصنعيات معقدة وفي مصنعيات قليلة. في مصنعيات في الغوايش، الغويشة بتبقى معقدة شوية في تصنيعها، في غويشة عادية معروفة انت بتعرفيها برضو لما بتمسكي الغويشة، وبتعرفيها لما بتمسكي الخاتم، وبتعرفيها لما كل حاجة بتفرق عن التانية. الخاتم ده شبه الخاتم ده، الخاتم ده اندريا لا يخصم منه فصوص خالص، ما بتخصمش منه حاجة، والخاتم ده لازوردي ما بتخصمش منه حاجة. طبعا ده شبه الخاتم ده، الخاتم ده اندريا لا يخصم منه فصوص خالص، ما بتخصمش منه حاجة، والخاتم ده لازوردي ما بتخصمش منه حاجة. طبعا ده مصنعية وده مصنعية، اللازوردي مصنعية وده مصنعية. اللازوردي طبعا بيزيد مصنعيته، بتزيد مصنعيته، بتبدأ من 15 وطالع 15 وفوق. طبعا اللازوردي معروف. في بقى اللازوردي ال21، اللازوردي ال21 بيقل شوية عن ال18، لأن طبعا ال18 كل ما بتقللي في العيار الذهب كل ما المصنعية بتزيد شوية، لأنها بتاخد منه هالك أكتر، والشغل بيكلفه أكتر في المصنعية، بتكلفه أكتر لأنه بيبقى أقل صلابة. كل ما بتقلل في العيار الصلابة بتزيد، وطبعا المكن الصنعة طبعا بتبقى أصعب. فال21 أقل شوية من ال18. وهعرفكم برضو ازاي نحسب المصنعية. في أنسيال زي ده مثلا كرمينا، طبعا الكرمينا مصنعتها عالية قوي، كرمينا مصنعتها عالية، فالكرمينا معروف مصنعية برضو بتبقى عالية شوية، عشان برضو منظلمش التاجر برضو اللي بتشتري منه. والكرمينا فيها 18 و21، الناس اللي بتسأل برضو الكرمينا فيها 18 برضو، فطبعا ده مصنعيته برضو عالية كرمينا. شركة مثلا زي ايجيبت جولد، شركة ايجيبت جولد برضو، شركة ايجيبت جولد دي بتنزل بالحروف، طبعا الحروف من A B C لحد اخر الحروف، طبعا كل مدى بتزيد، عشان برضو الايجيبت جولد فيها حروف كتير، وكل حرف ويفرق عن في المصنعية، كل حرف بيفرق في مصنعيته. هنجيب مثلا شركة كريستيان دورو دي، كريستيان دورو ده برضو مميز برضو في شغله، وأنسيال زي القمي ده مصنعيته عالية. هو ده على فكرة شغله برضو عالي، مش يعني ده برضو بيحتاج صنعة برضو جامدة، يعني مش أي كلام يعني، فطبعا ده مصنعيته بتبقى عالية برضو. هنيجي للغوايش بقى. طبعا الغويشة زي ما احنا قلنا قبل كده بتفرق برضو لما تبقى مثلا فيها شغل، غير لما تبقى سادة. السادة زي ايه؟ زي مثلا المجدول، زي السادة اللي هي الـ السلك، زي مثلا زي الغويشة اللي هي الكبريت اللي السادة. طبعا كل حاجة بتفرق عن التانية. الغوايش بتبدأ من 7% لحد برضو فوق، على حسب برضو ما يحسب لك التاجر عشان ما نظلموش. في غويشة مثلا في غويشة فيها فصوص، الغويشة اللي فيها فصوص دي برضو بتزيد شوية، الغويشة اللي فيها فصوص طبعا بتزيد شوية، بس طبعا زي ما احنا قلنا شركات من اللي هي الشركات المعروفة، ايجيبت جولد، الاندرية، انا بتكلم على الغوايش، ايجيبت جولد، اندريا، الماستر جولد، الام بي دي، كل دي شركات حلوة في الغوايش. ايجيبت جولد، ماستر جولد، ام بي، الاندريا، كل ده طبعا غوايش بتبقى حلوة. بس طبعا هتقول انا بجيب ايه، انا بحب اجيب الام بي اكتر، واحب اجيب الايجيبت جولد، فهي بتبقى على حسب كل تاجر ما بيرتاح للشغل بتاعه. طبعا احب اجيب الخواتم الاندريه، احب اجيب الخاتم الايجيبت جولد، الماستر جولد، طبعا الحاجات دي، الفاين جولد، الحاجات دي طبعا اشكال جميله ومضمونه، ويوم ما احب ارجعها بفصوصها ارجعها بفصوصها، وشركات معروفه يعني، وسمعتها برضو معروفه. هنحسب بقى المصنعيه ازاي. المصنعية طبعا تتحسب، هنحسبها على الآلة الحاسبة مع بعض. أولا ده
سعر الجرام 785، في هنقول في 10 جرام بيساوي 7850. لو جينا نقول مثلا المصنعية ضاف لك مصنعية 12% زائد، هنعمل زائد 12% هيطلع لك 8790. ده الناتج كله في بعضه بالمصنعية بكله. في حاجة تانية ممكن نحسب 12785، ده سعر الجرام، في 12% هيطلع لك 94 جنيه في الجرام. هتضيفيهم على 785 جنيه سعر الجرام، هيطلع لك الناتج 879. هتضربيهم في 10 جرام اللي انت بتجيبيهم، الوزن اللي انت بتجيبيه سواء غويشة سواء خاتم اي حاجة، هيطلع لك الناتج نفس الناتج 8790. واي سؤال ان شاء الله اقدر افيدكم فيه برضو افيدكم ان شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.